كيف تحمي نفسك من السحر والعين والحسد؟ عن طريق التوقف عن الذنوب فقط. خلص الفقرة، يعني ما في فقرة ثانية. التعسير سببه التقصير. لما بيجي بيقول لك والله أنا قدمت طلب سيرتي الذاتية على 50 شركة، إيه كلهم رفضوني، أكيد أنا منحوس. ما في شيء اسمه نحس، في شيء اسمه معصية. توب لربك وارجع عن ذنوبك واستغفر ربك. اثنين باثنين باثنين، ركعتين، دمعتين، ساعة اثنين. في سورة الأخير من الليل قل يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات حاجتي أنت، صرف عني الأبالسة والسحر والعين والحسد، إنك على كل شيء قدير.